استاذ محمد، خليني ابدا مع حضرتك الاول. مهم جدا ان انا اتكلم يعني ايه استثمار رياضي واستثمار فني. النادي الاهلي بقاله سنتين او ثلاث سنين تقريبا بيعمل حاجه الحقيقه بانت جدا خلال الموسم اللي فات وبدايه الموسم اللي احنا فيه، استثمار رياضي واستثمار فني على اعلى مستوى، اقدر اكسب فلوس واقدر اكسب لعيبه كويسه. هو النادي الاهلي شغال على ده بقاله فتره. ايوه. وبيشتغل عليه في كل الاتجاهات الحقيقه، لكن ظهر اكتر في كره القدم يعني. ان انا بجيب اللعيبه بتاعتي وبستثمرها، ممكن اسوقها، ممكن اعيرها، ممكن ارجعها تاني، بعلي قيمتها الماليه. فالاستثمار اللي شغال فيه النادي الاهلي ده حاجه فكر متطور، بطور الاقتصاد بتاعي، بطور المداخيل بتاعتي، بزود المداخيل بتاعتي، بفتح سكك جديده لكل المجالات اللي عندي للعيبه. اعتقد حاجه مهمه جدا النادي الاهلي شغال عليها وبيستعين بخبراء في هذا المجال ومتخصصين يقدروا يحطوا ايديهم على الامر ده يعني.